نسبة الأخطاء الطبية في كافة المنشآت الصحية في البلاد أقل بكثير من الدول المجاورة والمحيطة بفضل تطبيق إدارة الجودة والاعتماد البرنامج الكندي للجودة والاعتماد في كافة مرافقها الصحية وتفعيل برامج تتعلق بصحة وسلامة المرضى. النسب الموجودة في شمال القارة الأمريكية، النسب الموجودة في أوروبا، الحمد لله احنا نسبنا أقل، وإن شاء الله يعني نأمل إلى أن توصل النسب أقل يعني بكثير من هذه النسب الحالية، ولكن نسبنا إن شاء الله كثيرة أقل من كثير من الدول المجاورة. وزارة الصحة تتبنى المبادرات العالمية الخاصة بسلامة المرضى، فتبنت البرامج التي أعدتها منظمة الصحة العالمية والخاصة بالجراحة المأمونة وسلامة الأدوية، وكذلك تبنت الحلول السلامة التسعة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية. إدارة جديدة أنشأتها وزارة الصحة مؤخرا بالتعاون مع مختلف جهات الدولة، وهي إدارة المسؤولية الطبية المنبثقة من قانون المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى. القانون الآن صعد إلى الفتوى التشريع اللي إن شاء الله يكون جاهز للطرح في مجلس الأمة والتصويت عليه إن شاء الله، وطبعا هذا خطوة يعني جدا مهمة في هذا المجال وفي موضوع حماية المرضى وأيضا المسؤولية الطبية. 11 مشروع طبي حائزين على جائزة نجمة السلامة، هذه المشاريع لها علاقة مباشرة وتأثير إيجابي على صحة وسلامة المرضى. هذا النموذج راح يعطينا مدى خطورة احتمال حدوث الجلطات الوريدية، فالطبيب هذا راح يطلع له بالنموذج نفس الريسك سكور أو حساب مدى الخطورة، وبعدها يعطيه اقتراحات. النظام الإلكتروني من خلال هذا النظام اللي تم يعني استحداثه من قبل الزملاء العاملين بالمركز يهدف إلى إلغاء الوصفات الورقية وتبديلها بوصفات إلكترونية ذكية.